السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد من سلسلة دروس تعلم اللغة العربية. ودرس اليوم حول تصريف الفعل اشترى في الزمن الحاضر في المفرد والمثنى والجمع. في تام إزابرشامنا نوفي زابيس سيري لكسي ناوكي ينزيكا عربسكيغو إي تشيش لكسيا أو كونيوغاتي تشاسوفنيكا إشترا كوبيج كوبوواج إي توفشاسي ترازنيشم فليش ببويدين شي بودفويني إي منوغي ينز مامي الفعل المضارع. الفعل اشترى. اشترى. المفرد المذكر المتكلم انا. اشتري. أنا أشتري. المتكلم المؤنث المفرد أنا أشتري. المخاطب المذكر المفرد أنت تشتري. أنت تشتري. المخاطب المؤنث المفرد أنت تشترين. أنت تشترين. الغائب المذكر المفرد هو يشتري. هو يشتري. الغائب المؤنث المفرد هي تشتري. هي تشتري. اي تاكيغ لا انك تصونيكو فسوف اجلي شماجي دروغا اوصوبا روزا يمنسكيغو اي تشيتشيا اوصوبا روزا يجنسكيغو سون mają taką samą formę czasownikową. Czeszczeri w tym przykładu. Czeszczeri. Więc dzięki zaimkom osobowym odróżniamy albo z kontekstu. Więc i przyjdziemy na liczbę podwójnej. Al-Muthanna. Al-Mutakallimu, Al-Mudhakkaru, Al-Muthanna. Nahnu. Nashtari. نحن نشتري. المتكلم المؤنث المثنى نحن نشتري. نحن نشتري. المخاطب المذكر المثنى أنتما تشتريان. أنتما تشتريان. المخاطب المؤنث المثنى أنتما تشتريان. أنتما تشتريان. الغائب المذكر المثنى هما يشتريان. هما يشتريان. الغائب المؤنث المثنى هما تشتريان. هما تشتريان. I tu uważamy, że można zauważyć, że mamy تشتريان, تشتريان, تشتريان i albo za pomocą zaimków albo z kontekstu odróżniamy, o kim, o czym mowa. I liczba mnoga. Al-jam'u.
المتكلم المذكر الجمع نحن نشتري. نحن نشتري. المتكلم المؤنث الجمع نحن نشتري. نحن نشتري. المخاطب المذكر الجمع أنتم تشترون. أنتم تشترون. المخاطب المؤنث الجمع أنتن تشترين. أنتن تشترين. الغائب المذكر الجمع هم يشترون. هم يشترون. الغائب المؤنث الجمع هن يشترين. هن يشترين. I jak zawsze robimy, będziemy teraz od początku czytać szybkim tempem i mamy al-mufradu. Ana ashtari. Ana ashtari. Anta tashtari. Anti tashtarina. Huwa yashtari. هي تشتري. اي لشبه بودوينا. المثنى نحن نشتري. نحن نشتري. انتما تشتريان. انتما تشتريان. هما يشتريان. هما تشتريان. اي بشيجي منا ليشبه منوغا. الجمع نحن نشتري. نحن نشتري. انتم تشترون. انتن تشترين. هم يشترون. هن يشترين. اي تو wszystko z tym czasownikiem. I zapraszam na następny zapis. Jak zauważyliście, te wszystkie te czasowniki, które mamy, tu mamy tutaj, mówimy o pierwszej części, bo później będziemy mieli drugiej części, gdzie będziemy mówić o czasie przeszłym, może i o trybie rozkazującym i inne formy odmiany czasownika. Więc serdecznie zapraszam i proszę o regularne nauki. Shukran. Ma salama wa ila tajjidu lahiq.